نكمل الجزء الثالث من ليكيتسيون اتسفولف. كنا وصلنا عند النمر 5 في التمرين دراي ايبونج دراي فوردن زي بيت ريشنونج. ريشنونج يعني الفاتورة، الحساب. هير اعمل ايه في الحساب؟ بتصالن ولا تصالن ولا كاوفن؟ ادفع الفاتورة يبقى اسمها بتصالن. كونتن زي بيت جلايش، لا في جملة نمر 6 سبناها، فوردست فوردن كنت دو دين بريف، الخطاب هير بيتي هويتي نوخ شرايبن، من فضلك ممكن تكتب الخطاب ده او رسالة. طب هنا دو هتبقى ايه؟ ها فوردست كونتن زي بيتي جلايش باي زونكي كو. كو يعني شركة، يبقى الشركة يجي معاها على طول ايه؟ ان روفن. كنت زدو بيتي دي بريف ماركن بلايش تفتي بابيري، ها طب طابع البريد والاقلام والبابير يبقى هنعمل فيهم ايه؟ شرايبن اكتب؟ لا، ها يبقى عندي ايه؟ كلمه كاوفن. فوردن زي بيت اينن فلوج، ها حفظت معايا كلمه اينن فلوج؟ ايوه الفلوج ده اعمل فيها ايه؟ يبقى بوخن. ركز معايا في نمرة 9 فيها تفكير شويه. فوردس دو بيت مير، اللي مش عارف كلمه مير مش هيعرف يحل الجمله دي خالص. فوردس دو بيت مير لاجلي انا، اينن كافيه، ممكن من فضلك ليا قهوه، ايه ترينكن تشرب لي قهوه، ماخن ولا كاوفست؟ طبعا احنا قلنا فوردن وكونتن اخر الجمله اي ان، اوكي بس انا مش هقول لك تشرب لي قهوه، اقول لك تعمل لي قهوه، يبقى ماخن. تمام. طيب في اي بونج نمبر 4 انا هقرا بس الجمل اللي فيها تفكير شويه. هاجي على الجمله نمبر زيبن، وهي برضو جمله سهله مش صعبه عليكم ان شاء الله. است زير كالت، الجو برد، يبقى فوردس دو بيتي داس فينستر، الشباك هعمل ايه في الشباك؟ ها اوف ماخن، افتح الشباك، تسو ماخن اغلق الشباك، ولا اوفنن؟ طبعا هتبقى تسو ماخن، لان اوفنن يفتح واوف ماخن يفتح، الجو كالت يبقى تسو ماخن. اس است دونكل، الجو مظلم، فوردس دو بيتي دي لامبي، ها اللمبه هنعمل فيها ايه؟ دونكل عندي دلوقتي اللمبه هنعمل فيها ايه؟ ها يبقى ان ماخن. ماين اوجن تون في، عينيا بتوجعني. هنا بقى استخدمت الدرسين مع بعض، درس ليكيتسيون تسين مع ليكيتسيون تسفولف في جملة واحدة. ماين اوجن تون في، عينيا بتوجعني. فوردن زي داس ليشت، ها ليشت هيجي معاه ايه؟ اوس ماكن. فراو فيبر، فراو فيبر حضرتك، فوردن ولا كنت ولا فولن زي بيت دين بريف هير فير شيكن، بتكلمها بصيغه زي فبقول لها طبعا فوردن. نيجي على ايبونج فينف، وبرضو انا هقرا الحاجات اللي هي او الجمل الجديده عشان برضو وقتكم. في عندي الجمله نمر 6 بيقول له فو است دي جوت شوله، الطريق، وصف الطريق. وهنا برضو دخلت ليكتسيون 11 اللي هو كان الفيك بشرايبن، كان عنوانها الفيك بشرايبن. كونتن زي مير لاجلي، ها لسه قايل لنا في التمرين اللي فات، بيت دين فيج الطريق، زاجن تقول لي الطريق، الكليرن تشرح لي الطريق، شرايبن تكتب لي الطريق. طبعا الاجابه هتبقى اير كليرن. الجمله اللي بعد كده عندي نمر 8، هوتيل برلين، بتصل بفندق اسمه برلين بقول له فوردن زي مير بيتي اينتش ترافيزا فير برزونه لاجل اربع اشخاص، كاوفن تشتري لي، ماخن تعمل لي، ولا ريزرفيرن؟ طبعا هتبقى الاجابه احجز لي ترابيزه، ريزرفيرن. نمر 9، ايش فايري ماينن جبورتستاج ام هوتيل، بحتفل بعيد ميلادي في الفندق. فوردن زي بيتي ايني جوتي باند، فرقه موسيقيه، من فضلكم اعملوا لي فرقه موسيقيه، زنجن يغني، اورجانيزيرن ينظم، ولا كاوفن؟ طبعا الاجابه هتبقى اورجانيزيرن. من الجمل اللي عندي برضو هنا هو في عندي جمله نمر 14، ايش فيل او ايش فوردي، ممكن هنا برضو استخدم الفعل فوردي، ماينن جبورتستاج، جبورتستاج يعني عيد ميلادي، ام هوتيل عيد ميلادي في فندق، ريزرفيرن احجز، ولا فاير احتفل، ولا انروفن؟ طبعا الاجابه هتبقى عندي الفيرب فاير. نخش بعد كده على درس تاني وعايزكم تركزوا فيه معايا كده شويه، بعنوان تيمبورالي بريبوزيشنن، تيمبورالي بريبوزيشنن حروف جر الوقت او الزمان. طبعا احنا خدنا في الصف الثاني خدنا ام وام وام، بنفكركم كده بيهم شويه، دول كمقدمه للدرس بتاعنا. ام وام وام، ام اللي هي يو ام كانت بتيجي مع الساعات، وام مع اليوم وفتراته، اليوم سامستاج زونتاج وهكذا، فتراته الصبح الظهر وهكذا. طب وام مع الشهور وفصول السنين، يبقى ام مع الساعات، ام مع اليوم وفتراته،
ام مع الشروط والسلوسين. نفتكر كده ام يعني ساعه. طب الساعه دي يعني ايه؟ لما اقول ام في فيل اور في اي ساعه، لما اقول ام اخت اور الساعه 8، لما اقول ام هلب اخت، هلب اخت يعني الساعه كام؟ يعني الساعه 7:30. في حته هنا لازم ناخد بالنا منها من موضوع هلب ده. هلب لو مكتوبه حروف ها نقص منها، يعني لما تكون مكتوبه هلب اخت دي 7:30، هلب ناين يبقى 8:30، هلب تسين يبقى كام؟ ها هلب تسين يبقى 9:30. طب لما بتكون مكتوبه ارقام، يعني لما تكون كاتب لي 37 دقيقه زود، يعني لما تكون 37 خليها هلب اخت. تاني لما تكون مكتوبه كده حروف، مكتوبه عندك حروف اعمل ايه؟ نقص. طب ارقام تروح مزود، حروف انقص، ارقام ازود. طيب نيجي تاني على ام، بتيجي مع اور، بتيجي مع هلب، بتيجي مع فور وناخ بمعنى الا وبعد. ام اور هلب فور وناخ، ام بتيجي مع اور ومع اخ ومع هلب ومع فور وناخ. طيب وام قلنا بتيجي مع اليوم وفتراته، ام زامستاج السبت، ام زونتاج الاحد، ام مونتاج، ام دينستاج، ام ميدفوخ. طبعا ميدفوخ عرفنا في سنه ثانيه ان هو وسط الاسبوع عشان كده اسمه مختلف، ام دونرستاج، ام فرايتاج، ام فوخن اندي، ام مورجن في الصباح، ام فور ميدتاج قبل الظهر، ام ميدتاج الظهر، ام ناخ ميدتاج، ام ابن. طبعا الثلاث حروف جر دول بنسال عليهم باداه واحده اللي هي فان. نيجي على ام، قلنا بتيجي مع الشهور والفصول والسنين، ام يانوار، ام فبراير، ام مارس، ام ابريل، وهكذا بقيه الايه شهور. في فصول السنه ام فينتر، ام فرولينج، ام زمر، ام هيربست، ام ياري، كذا. يبقى قلنا تاني ام بتيجي مع الساعات، ام مع اليوم وفتراته، ام مع الشهور وفصول السنين. طيب لو جه واحد قال لك ماين جبورتستاج است ام، وكتب كده عدد وبعديه بونكت صغيره كده اهوت، يعني كتب واحد وجنبيه كده نقطه صغيره، اتنين وجنبيها نقطه صغيره، معناها الاول من، الثاني من، يعني هنا بيتكلم على يوم. والجمله دي تحديدا هنرجع لها تاني في ليكتسون فيرتسين في اخر درس عندنا في المنهج اللي هو الاعداد الترتيبيه، الاول الثاني الثالث. ماين جبورتستاج است ام، قال 1 اكتوبر، 1 اكتوبر كاتب لك جنبها يوم، 1 اكتوبر دوت هو هنا بيتكلم عن اليوم مش الشهر، فقلنا ام ارستن اكتوبر، وكلمه ارستن قلت لك هنتقابل معاها في ليكتسون فيرتسين بمعنى الاول. طب افرض قال لك اكتوبر بس، اكتوبر، يبقى انا عندي بقى الاداه بتاعتي اللي هي مين؟ ام. تمام. نيجي بعد كده عندي الحرف جر الثاني اللي هو فون بيس، فون بيس يعني من الى. فون بيس بيحدد مده زمنيه من الى، ممكن تبقى من ساعه الى ساعه. يعني انا اشهابي اربايت، انا عندي شغل، فون اخت بيس فيرتسين من الساعه 8 الى الساعه 14 اللي هي الساعه 2. اشهابي اربايت فون فرايت فون زامستاج بس ها مونتاج، عندي شغل من يوم السبت لغايه يوم الاثنين مثلا، يبقى من يوم ليوم. اشها اشماخي اينن كورس، انا بعمل كورس فون ابريل بس مثلا يوني، من شهر لشهر. يبقى فون بس مش لازم تحددها ساعه بس، ممكن من يوم ليوم، من شهر لشهر، من سنه لسنه. بسال عنها ازاي؟ بسال عنها بفون فان بس فان، ده اول سؤال رسمي ليها، يعني من متى الى متى، او في لانجي، في لانجي يعني كام المده. طيب واحنا بنتكلم على حرف الجر ام، قلنا اوقات اليوم ما ذكرناش فيهم كلمه نخت اللي هي الليل، عشان كده في عندي دلوقتي عندي بعض الحروف الجر الشاذه اللي بتيجي مع اوقات برضو بس خارج الثلاث حروف الاساسيه اللي هي ام وام وام. عندي اندير نخت في الليل، عندي اندير بوخي يعني في الاسبوع، واندين فيرين. نحفظ مع بعض اندير نخت، ودي اكتر واحده بتيجي، اندير فوخي، اندين فيرين. طب للتكرار، افرض انت عايز تكرر حاجه، عايز تقول انا بعمل الحاجه دي كل يوم، كل يوم بصحى بروح المدرسه، كل يوم حد عندي تمرين، كل يوم جمعه بروح مش عارف اخرج مع اصحابي في كذا. التكرار بعوض عنه بقى، بوضحه ازاي؟ يا اما اقول يدن مع الايام واوقات اليوم، يعني اقول يدن مورجن كل صباح، طاق يدن طاق كل يوم، ابند يدن ابند، فرايتاج يدن فرايتاج، يا اما احط اس. طبعا الاوليه مستخدمه اكتر، يدن مورجن كل صباح او مورجنز، يدن فرايتاج او فرايتاجز. طيب جينا بقى على كلمه زي كلمه نخت، قلنا يدي، اشمعنى دي بقى يدي؟ ايوه عشان اداتها دي، يدي نخت. جينا عند كلمه يار او فوخن اند نهايه الاسبوع، قلنا يدس،
تمام؟ يدس عشان أداة تمضص. جينا عند كلمة تاج قلنا طبعا تاج دي اللي بتتكرر أكتر اللي هي يدن تاج. في عندي حاجتين كلمتين شبيهتين جدا في المعنى لكن مختلفين في استخدام، كلمة أور اللي هي التوقيت أو ساعة اليد، وكلمة شتوندي اللي هي مدة ساعة أو حصة. بنوضحهم إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل القادم إن شاء الله.